يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلصاق الأقدام في صلاة الجماعة هل هو من السنة؟ علما بأن التراص للجماعة بأنه عند التراص الجماعة يترك الناس فيما بينهم فرجة، فإذا قمت أنا بإلصاق قدمي بالذي بجانبي أبعدها عني. نعم، هذه طريقة حدثت الآن، وهو أن الواحد يفحج في الصف ويضايق اللي عنه منه ومنه، هذا لا يجوز، هذا تكلف، لكن يدنو بعضهم من بعض من غير فحج، بحيث لا يكون بينهم فرجة ولا يكون فيه فحج يضايق الناس. نعم.